عبد الرحمن مدحو فنان من مدينة القنيطرة، ممثل مسرحي وتلفزيوني، استاذ مادة التربية الفنية. السعداء بالتواجد بدار العجزة. نهني اتحاد جمعية المجتمع المدني بمدينة القنيطرة على هذه البادرة الطيبة والتضامنية. نتمنى أن تتكرر مثلها مبادرات. البادرة يحضرها مجموعة من الفنانين القنيطريين في عالم المسرح والموسيقى والتشكيل. رمضان كريم لمشاهدي قناة الفجر، نتمنى لكم عيد مبارك سعيد. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رشيد العلوي، فنان مسرحي وفعيل جمعوي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للمبدعين المغاربة، فبدعوة من الأستاذ حميد عدا رئيس اتحاد جمعيات المجتمع المدني، والأخ العربي الدوش والسيد السيطاي، سعدت اليوم بحضوري معهم في إفطار جماعي بدار المسنين بلدية القنيطرة. فكل ما يمكن نقول هو أن هاد الدار هذه راها يعني تزخر بواحد المرافق جميله جدا، وحضروا معنا واحد مجموعه من الفنانين لمدينه القنيطره، فيهم مطربين شعراء ومسرحيين وفنانات تشكيليين. شكرا لكم جميعا. السلام عليكم، سناء قدي، إيمان الإدريسي. جينا اليوم احنا الفنانة ديال القنيطرة، جمعنا العربي الدوش وسي حميد عدا ودريس طيطي، رشيد العلوي، عزيز فلاح، مجموعة من الفنانة اللي كنا اليوم تجمعنا في دار العجزة في القنيطرة باش نفطروا مع والدينا وخوتنا وحبابنا، وحنا عائلة. وشكرا بزاف على عشر مبروكه ورمضان كريم. شكرا. في الحقيقه شنقول لك، كنا محتاجين اننا نجيو ونزوروا هاد الناس، نشوفوا واحد الفئه من المجتمع ديالنا اللي في الحقيقه خصها يتسلط عليها شويه الضوء، ماشي ما خصهم والو من غير اننا نزوروهم ونشوفوهم ويحسوا بالحنان ديالنا، يحسوا باننا كنبغيوهم وباغينهم يكونوا في وسط منا. فريمون حنا كناس يعني كنحتاجوا هاد اللمة، فما بالك هما مساكن اللي بوحدهم. يعني نداء من هنا من دار العجزة بمدينة القنيطرة، كان نادي كل إنسان قادر أنه يجي يزورهم ويمد لهم يد المساعدة ولو بالكلمة الطيبة. فشكرا لكل من يعني ساهم في هاد اللقاء، شكرا لكل اللي حضر اللي دخل الفرحة لهاد القلوب الطيبة. شكرا لكم وشكرا لهاد الوجوه الجميلة اللي معنا.